انا بشكركم جدا والف الف الف مبروك. ما اعرفش هتسيبهم ياكلوا تورت عادي؟ لا براحتهم خلاص. ولا في وزن ولا مفيش بتاع يعني لو تقطعوا التورته دي بعد اذنكم كده هنقوم بقى عادي. احنا معلش يا جماعه مش هتبقى احسن حاجه وبتاع ده، لكن في النهايه يعني النبي جايب لي ماشي اتفضلوا. يلا يا جماعه خش يا احمد. يلا يا كابتن احمد اتفضل. يلا نقطع في واحده كده. يلا والتانية كمان عشان ده كل ده هيتاكل دلوقتي. خلي بالكم حالا انا والله عشان بقالنا كتير. انا بشكركم جدا، شرفتونا ونورتونا وسعداء بيكم والف الف مبروك. خمس بطولات تستحقوا عليهم كل التحية وكل التقدير، ولكن اعتقد بداية هنسيبكم تحتفلوا يومين ثلاثة بس عشان اخدين اجازة، فنسيبكم تحتفلوا يومين ثلاثة، ولكن بداية الموسم القادم هتبقى صعبة جدا 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 جدا. ربنا يعينكم، جمهور الاهلي في ظهركم وهيفضل دايما في ظهركم. شرفتونا ونورتونا وسعداء بيكم جدا النهاردة. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.